في حرب طالت فصولها وتعددت مراحلها، من لم يمت بفعل القذائف التي تصل للمنازل كل يوم سيلاقي ذات المصير، ولكن بفعل الألغام المنتشرة في مساحات طويلة. وأمام واقع المعارك والمواجهات الممتدة خارطتها على معظم المحافظات والتي يذهب ضحيتها العشرات كل يوم، ما تزال الألغام التي زرعت تمثل القاتل الخفي في معادلة الموت. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف أن ميليشيا الحوثي وصالح ارتكبت 2258 حالة انتهاك إثر الألغام التي زرعتها في 16 محافظة منذ بداية انقلابها. القتلى الموزعون على خارطة ضحايا الألغام وصل عددهم في الإحصائية الأخيرة التي رفعها التحالف اليمني إلى 615 حالة، معظمهم من فئة النساء والأطفال دون سن 16. خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيا حتى اللحظة ليست معروفة بحسب منظمات حقوقية، وفيما تكرس الفرق الهندسية جهودها لمحاولة نزع الألغام من المناطق التي شملتها المواجهات، ما تزال المناطق التي يعود إليها النازحون بعد واقع هذه المواجهات تمثل خطورة أخرى على حياتهم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس أشار إلى أن السلام في اليمن بدون الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام هو سلام غير كامل، وحث على إبقاء هذه المسألة في صدارة جدول الأعمال الدولي عند التفاوض بشأن السلام. وفي مناطق شديدة الوعورة في التخلص من مخاطر المتفجرات والألغام، أعلنت الأمم المتحدة إزالة عشرات الآلاف من بقايا الألغام، وأوضحت المنظمة أنه منذ العام 2016 تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن من إزالة ما يزيد عن 360 ألفا من بقايا المتفجرات والألغام التي تسببت بالموت أو الإصابة. تمثل الألغام القتل غير المرئي الذي يخلف كل يوم العديد من الضحايا الأبرياء، وأمام فترات زمنية طويلة سيحتاج لها اليمنيون لتجاوز هذه المشكلة، ما تزال شبكات المتفجرات التي زرعت بمختلف الطرق بمثابة الخطر الذي يهدد الحاضر والمستقبل على حد سواء.